السلام عليكم دونك نتسناو اه... سنووي... يبانوا شي متتبعين دونك اه... هذا لايف اول واحد اللي ممكن اللي كنديرونا شخصيا دونك انا طوندون يطلعوا هاد الاخوان والزملاء والرفاق والاخوان ديالنا غادي نحاولوا ما امكن نتكلموا جميعا على واحد الموضوع اللي كيبان لينا انه عنده الراهينيه ديالو وما فيها باس نتقاسموا كاملين هذه المعلومات والموضوع ونفكروا جميع في اطار هذا هذا هاد الحجر الصحي اللي كتعيشوا بلادنا ولكن كيعيشوا العالم كامل فحركه معا وارتئينا انه نتقاسموا مع الناس اللي كيتبعونا والمغاربه كاملين والمغربيات فين ما كانوا سواء في ارض الوطن او لا خارج الوطن انه نتقسم معكم بعض التصورات والانشغالات ديالنا في هذا زمن الكورونا اللي كتعيشوا بلادنا والهدف ديالنا وهو ان نكونوا قراب من المواطن المغربي ونتقاسموا الهموم الهموم ديالو من اجل انه يكون عندنا واحد التواصل ما بيننا وبين المواطنين المغاربه والحركه ارتأت انها تختار بعض المواضيع وهي مفتوحه كذلك على اقتراحات الى جات فاليوم اخترنا نتحدث على الاشخاص في اعاقه في زمن الكورونا ربما يتساءل سائل لماذا الاشخاص في اعاقه كحلقه اولى فلسبب بسيط هو ان هذه الفئه من المواطنين المغاربه يعتبرون الاكثر عرضه لهذا الفيروس وكذلك يعانون الامرين الى جاب الله وتقاسوا وحتى الى ما فالحجر الصحي كيحرمهم من بزاف ديال ديال, 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 ديال المسائل اللي ممكن تسهل الحياه ديالهم في الوضع العادي والطبيعي فقبل ما نخوض في التفاصيل ديال هذا اللايف هذا وهذا اللقاء ديالنا اللي كنتمنوا انه نستفدوا منه جميع ونعطيه معلومات اللي ممكن انها تعاوننا وتسهل لنا كيفاش نتعاملوا مع هذا هذا الفيروس خاصة الاشخاص في وضعيه اعاقه فالاشخاص في وضعيه اعاقه في المغرب كيشكلوا تقريبا واحد 7% من السكان ديال ديال المغرب بالضبط 6.8 من السكان ديال المغرب كيعيشو مع الاعاقه و يعني جوج المليون و الف و مغربي عندهم اعاقه اعاقه جسديه اعاقه ذهنيه اعاقه سمعيه اعاقه بصريه اعاقات مركبه دونك مجموع ديال ديال الاعاقات ف... وكيسكنوا تقريبا في حدود 58.5 فاصله من يوم كاين في العالم الحضاري و 41% كيسكنوا في العالم تقريبا نفس النسبه ما بين النساء والرجال وأسرة من بين اربعه من الاسر المغربيه مقيوسه من بصفه من مباشره او غير مباشره بالاعاقه يعني انه تقريبا 25% من المغاربه مقيوسين بصفه غير مباشره بالاعاقه فكنت على الاشخاص في وضعيه اعاقه او الاشخاص ذوي الاعاقه لان غالبا في في المنتديات او لا في الصحافه المكتوبه المرئيه غالبا مازال كنسمعو واحد المصطلح ديال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه فهذه مناسبه أنه نعطي واحد واحد الاشاره بسيطه علاش في معان او لا في يعني منظمات واحدة اخرى كان انه نستعملوا المصطلح ديال الاشخاص في وضعية اعاقة فالامم المتحدة اثناء المناقشة ديالها ديال الاتفاقية الدولية للاشخاص في وضعية اعاقة كان هناك مناقشات كثيرة ما بين الخبراء وما بين منظمة الصحة العالمية منظمة الدولية للاعاقة ومن خلال المقاربات اللي كتقرب الاعاقة لانه كان الاول كانت مقاربة احسانية كان كنقولو مسكين هذاك معاق مسكين هذاك عرج هذاك عور هذاك هادي مسكين دائما تنلصقوا ليه حتى الصفه ما كيبقاش كنقولوا الشخص كنقولوا العرج العور فبالتالي كنا كنديروا هذه المقاربه الاحسانيه واخر حاجه الى الى درناها إلا عطيناها شي صدقه ولا هذا من بعد هذه المقاربه غادا تتطور وهذا مرات من بلادنا ومرات من حتى الدول ديال العالم كامل نهار تقدموا تقدمنا للمقاربه الطبيه بحيث انه كانت الاعاقه تعتبر كمرض فبالتالي الدولة أقصى ما يمكن لها تقوم به هي تحاول تعالج إلا التعالج تي راه هو هذاك ما تعالجتيش راه المشكلة عندك أنت ماشي عندها هي دونك هذه المقاربة كانت الطبية واللي باقي كان كنجبروها وباقي كان كنلقاوها في بعض المنظمات أو حتى بعض الفئات من من المجتمع غادي يتطور المفهوم وغادي تمشي المفهوم الاجتماعي أو المقاربة الحقوقية هذه المقاربة الحقوقية اللي كتنطلق من مبدأ أن الإعاقة ما هي إلا اختلاف فبالتالي الأشخاص قضية إعاقة هم غنى البشرية يعني هذه الإعاقة ديالهم غنى البشرية واختلاف ومن حقهم أنهم يعيشوا كجميع المواطنين كامل المواطنة بالحقوق ديالهم التامة ومن هنا جات هذه التسميه ديال انه كنحطوا الصبع على الوضعيه الى انا كشخص في اعاقه يعني عندي الشلال باش نخرج انا وصديق او الاصدقاء ونتمشاو في الطريق ما غيكونش عندي مشكل الا كانت الشوارع ولوجة الا ما كانش دي تروطوار عاليين الا ما كانش هذه المسائل كلها هي كتعيقني فبالتالي غادي نكون كنعيش الاعاقه ديالي بشكل طبيعي كذلك بالنسبه لواحد عنده اعاقه بصريه او لا اعاقه سمعيه الا كانت مثلا لغه الاشاره متوفره نقدر مثلا نكونوا جوج ديال ديال الاساتذه ونجيو ناخذوا الطابلو السيرفيس ديالنا ويعطيه لنا في 3 ميطاج وما كاينش لا سنصور. فبالتالي وانا عندي اعاقه والزميل ديالي ولا الزميله ديالي ما عندهاش الاعاقه فبالتالي هذا القرار ديال انه يعطيني القسم في 3 ميطاج كيعيقني كيجعلني انه ما نمرش المهام ديالي كيف كنبغي كيجعلني انه ما نقدرش نتمشى لا امينه السلام عليكم شكرا فبالتالي ها علاش كنقولوا الاشخاص في وضعيه اعاقه يعني انه الوضعيه واللي درتيني فيها انت كفاعل سياسي كفاعل اقتصادي كفاعل اجتماعي كفاعل مدني هي اللي كتجعلني نعاني من هذا الاعاقه ديالي اكثر من الاخر نعطي واحد ثلاثه ولا اربعه الارقام بالنسبه للمغرب ف يخص الولوج الى الصحه للوج الى الصحه في التقرير الاخير ديال منظمه الصحه العالميه اللي دارت واحد التقرير خاص على لي بيرسونون سيتياسيون دون دي الاشخاص في وضعيه اعاقه في المغرب فكتعطي ان يلا 55.3 ديال المغاربه اون سيتياسيون دون دي كاب ما عندهمش لاكسي ل سيرفيس ديال 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 الصحه ديال سيرفيس دو سونتي وكاين 21.3 من الاشخاص في وضعيه إعاقة في المغرب ما كيستطيعوش حتى ما عندهمش حتى باش يشريو هذاك الدواء ولا ياخذوا الادويه ديالهم ومنظمة الصحة العالمية كذلك كتشير أن 52.5 من هاد الأشخاص في وضعية إعاقة محتاجين المعدات التقنية ومساعدة التقنية باش يلاه يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي رقم آخر هو كبير بزاف ويعني كيحز في النفس وانا يلا عندنا 42% من الاطفال في سن التمدرس يلجون الى المدرسه يعني كيجبروا البلاصه ديالهم في, في المدرسه عندنا يعني معدل ديال البطاله بالنسبه للاشخاص في اعاقه في المغرب يفوق 6 المرات المعدل الوطني حيث أن المعدل الوطني حاليا ما بين 9.8 و10 عند الأشخاص في وضعية إعاقة راه يصل إلى أكثر من 60%، إذا علاش والتغطية الصحية كذلك فقط 34% من الأشخاص في وضعية الإعاقة عندهم التغطية الصحية، وفي هذا 34.1% 60% عندهم الرميد، وكنعرفوا بأن الرميد متيمكنش الولوج لكل شيء خاصة في المجال ديال الإعاقة. ديال ديال اثناش فاصلة سبعة عندها الكنوبس و خمسطاش فاصلة عندها لا سينيسيت يعني لا سيكوريتي سوسيال دونك هادو مجموعة ديال الأرقام كنت بغيت نتقاسمها معاكم حول الإعاقة باش نفهمو ونعرفو علاش هذه آه الشريحه من المجتمع المغربي آه خصها بعين الاعتبار اهميه كبرى بالنسبه من غير كورونا ولا من غير هذا الكوفيد 19 هي شريحه اللي في المجتمع المغربي خصها نهتم بها اكثر وحنا في معانا دائما كان كنطلقوا من 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 المواطن وكنجعلوا المواطن في صلب الاهتمامات ديالنا خاصه المواطنين في وضعيه هشاشه سواء النساء او لهذا دونك الاشخاص فوضيه اعاقه بالنسبه لنا حتى هما كاين اولويه اذا في زمن الكورونا في زمن الكورونا الاشخاص فوضيه اعاقه معرضون اكثر معرضون اكثر للمشاكل المرتبطه بهذا بهذا الفيروس هذا الحجر الصحي الحجر الصحي ديال الاشخاص فوضيه اعاقه كيحرمهم كي اولا من الولوج الى الخدمات كاين اشخاص في وضعيه الاعاقه اللي خاصهم الترويض الذهني الترويض البدني الترويض ديال النطق فبالتالي ما يقدروش انهم يعيشوا من غير هاد المسائل هذه فبالتالي هذا الحجر الصحي كيجعلهم انهم ما يولجوش لها بصفه منتظمه وبصفه اللي تمكنهم انهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي الاشخاص في وضعيه اعاقه سواء الاعاقه السمعيه الاعاقه البصريه الاعاقه الحركيه فكنعرفوا انه كنستعملوا لي او العكاكز وهادو يعني معرضين اكثر لانهم يتقاسوا بالفيروس وكنعرفوا بان الفيروس كيعيش يعيش بزاف في هذه المسائل هذه فبالتالي التعقيم ديال ديال الكراسي المتحركه ولا ديال العكاكز وخاصه بالنسبه مثلا للناس اللي عندهم اعاقه بصريه كنعرفوهم كيتحركوا بزاف باللمس يعني باش يمشي خصو يقيسه خصك تقيسو خصك تشدو دونك ها علاش الاشخاص في وضعيه اعاقه مقيوسين اكثر ومعرضين اكثر للاصابه بالكوفيد ويكون وسيله ديال ديال التنقل ديالهم كذلك حتى بالنسبه مثلا كنقولوا الغسيل ديال ديال اليدين ضروري يعني الشخص في وضعيه اعاقه خاصه الا مشى للخدمه او لهذا لي لافابو كيكونوا غالبا عليه لان ما كاينش الولوج ان صون با في نورم ديال انه يمكنوه باش يغسل يديه كوميل فو ويحاول ما امكن انه ياخذ الاحتياطات اللازمه فبالتالي هذو كل كيشكلوا مشاكل ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه وهنا كنبغي نشير لانه في فئه ديال واحد الفئه ديال المعاقين وهو لاعاقه السمعيه هذو الفئه اللي هي التقصات يلا مؤخرا اللي ولات وسائل الاعلام كتتناول المساله لانه باش توصل المعلومه للاشخاص في إعاقة الاعاقه السمعيه لابد انه تستعمل لغه الاشاره في هذا المجال هذا نفتح واحد القوس حنا في معان حاولنا ما امكن انه يكون في هذا اللايف هذا يكون واحد ديريكت ما بين الاصدقاء ديالنا اللي ممكن يترجموا هذا الشيء للغه الاشاره دونك ما استطعناش او تقنيا انه نوفروا هذه المساله بحكم ان انا الدار البيضاء والسيد اللي كان غيدير معي هذه المساله كاين في اكادير ولكن كنوعدوكم وكنوعدوا الاصدقاء ديالنا والاشخاص الاشخاص اللي تبعوا هذه المساله لانه من بعد غادي نسجل الفيديو بهذا الشيء اللي كنقولوا غنديروا بلغه الاشاره وغادي نشرو في في لاباج ديالنا لان كان امنوا بلانكلوزيف كان كان امنوا بالولوج الحق الولوج الى المعلومه الحق الولوج الى 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 الخبر لانه الى خبرنا الناس وتقاسمنا معاهم المسائل فبالتالي كتستطع انه تربح الثقه ويمشي معك كذلك هناك فئه ديال, ديال ديال التوحديين والاطفال التوحديين والاسر من واحد الطفل توحدي اللي, اللي موالف انه عنده واحد الريتم ديال حياته خصو يخرج خصو يدخل في اوقات معينه خصو في اوقات معينه فبالتالي الحجر الصحي كيعرض هذه العائلات لمعاناه كبيره ومعاناه كبيره بزاف اللي كتجعلهم انه كيعيشوا الامرين ما بل هم الحجر الصحي اللي كاين عندهم او كذلك المسائل ديال كيفاش يوفقوا ما بين الاطفال ديالهم اللي عندهم التوحد والحاجيات ديالهم وكذلك الالتزام بالحجر الصحي هذه مسائل كلها هي اللي كيعاني منها وكاين فئه من اشخاص في وضعيه اعاقه كتعاني اكثر وهم كذلك النساء في وضعيه اعاقه اللي كيعانيوا بزاف هذه المساله هذه اذا من بعد علاش وكيفاش اشنو اللي خصهم الاشخاص في وضعيه اعاقه يكونوا ما امكن انه نوجه واحد النداء للاشخاص في وضعيه اعاقه هو انه يحاول ما امكن انه يتجنب كل ما يمكنه انه يعرض للاصابه بهذا الكوفيد 19 فبالتالي يعني حاول ما امكن انه يلتزم بالحجر الصحي ما يخرج الا كيستعمل المعمدات العكاكز يحاول ما امكن يعقمهم لو وكذلك العصا البيضاء بالنسبه للاشخاص في اعاقه بصريه وين اقتضى الحال انه يخرج يحاول ما امكن انه ي... عند الدخول عند الخروج تعقم هذه المسائل حتى ما يدخلش الفيروس الرسول ولا يدخلوا للاسره ديالو آه شنو اللي خصو يداروا شنو هما الاجراءات اللي آه ممكن انه نطالبوا بها كمجتمع مدني كحركة ديال 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 دي 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 من أجل أنه الأشخاص في وضعية إعاقة آه يستفدوا ويتخاض بعين الاعتبار الإعاقة ديالهم آه في هذا في في المجال هذا فالدوله مشكوره وهنا كان نقول ان المغرب والدوله المغربيه قامت باجراءات جد جد جيده بالمقارنه مع الامكانيات اللي عندنا في البلاد وما يمكن الا نصفقوا لها ونقولوا انها مزيانه بالنسبه بالنسبه للجميع المغاربه والمغربيات الا انه الا انه بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه كان بالامكان وهذا مطلب انه القطاعات الحكوميه وخاصه لجنه اليقظه الاقتصاديه والاجتماعيه رئاسه الحكومه وزاره التنميه الاجتماعيه وجميع القطاعات الاخرى انه اعتبار الاشخاص في وضعيه اعاقه اثناء تحديد مثلا هذاك الدعم المالي لما ان الاسر التي لديها شخص او اكثر في وضعيه اعاقه ان داك 800 درهم ولا 1000 ولا 1200 من درهم يتزاد لها واحدة واحد واحد لو واحد النسبه مئويه فقط لمحاوله تغطيه جزء من تكلفه الاعاقه كان يعني الاعاقه مكلفه جدا ودراسات سواء على الصعيد الدولي او في المغرب وممكن دابا نهضر على واحد واحد الرقم كنا درنا واحد 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 الدراسه في هذا المجال هذا هو ان الاعاقه تتماشى مع الفقر والفقر يولد الاعاقه والاعاقه تولد الفقر كاين واحد 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 الجدليه ما بين الاعاقه والفقر والفقر والاعاقه لان ملي كيكون عندك شخص معاق ولا انت كتكون معاق فالتكاليف ديالك ديالك ديال الحياه اليومي ديالك اكثر من تكاليف ديال واحد الشخص اخر مثلا باش غادي تخرج انت خصك تاكسي ولكن هو يقدر يتمشى على رجل ديالو ويوصل للمحل ديالو دونك هذا أه تكلفه زائده بالنسبه لك انت يا وكتشوفها بعض المرات كتسخر غير شي واحد يجيب لك شي حاجه لا بدا كتقول له خلي عندك هذاك الصرف دونك هذاك المسيطر ديال الحليب اللي الناس كيشكل لهم مثلا ثلاثه ديال الدراهم انا غيجيني ب 4 ديال الدراهم او 5 ديال الدراهم، سي غير الناس ما كتشدش ولكن أنت كدير هذه المسألة دونك كتكلفك، إلى الناس خارجة نقدر أنا نكون غنبقى في الدار دونك كنستهلك الضوء أكثر، كنستهلك التلفزيون أكثر، فهذه كلها هي تكاليف، ماشي أنا باقي في الدار لأن بغيت نبقى في الدار، أنا باقي في الدار لأنه ما نقدرش نخرج لأن عندي إعاقة، لأن عندي حاجيات واحدة أخرى، دونك فبالتالي تكلفة الإعاقة. اكبر من مما يتحمله المواطن هناك اسر اضطرت انه سواء الاب او الام وغالبا غالبا الام هي اللي كتحمل هذه المسؤوليه الكبيره اللي كضطر انها تخرج من العمل ديالها من اجل انها تقابل الطفل ديالها او الطفله ديالها فبالتالي هذا مونكاغاني وهذا نقص في المدخول ديال ديال الاسره لهذا كله كنطالبوا انه مثلا وكان ممكن ان الدوله تخصص واحد نسبة مئويه فوق ما حددته الاشخاص في وضعيه اعاقه آه كذلك ان مثلا آه في النشرات آه الاخباريه آه خاصه في ذاك آه لو بوان دو بريس اللي كيدير وزاره الصحه يوميا وحتى مع كامل الاسف حتى اليوم باقي ما, ما هذه المساله هذه هو انه يكون آه حدا السيد اللي كيدير اللي كيعطي كي ذوك الاحصائيات يعطي يكون واحد السيد كيهضر كي لغه الاشاره كاينين عندنا في المغرب ماشي ما كاينينش لغه الاشاره باش على الاقل هذاك آه الشخص وضعيه اعاقه سمعيه انه يتواصل ويعرف شنو اللي كاين ويعرف البلاد فين وصلت الوصلات التحسيسيه وهذا بداو كيدار كي ولكن ممكن انه يكون احسن الدولة كذلك سواء الدولة أو الجماعات المحلية تحاول ما أمكن أنه الأشخاص في وضعية إعاقة ومن خلال الأقاليم أو الجماعات فكاينين جمعيات اللي كتعمل معهم كنعرفوهم وكيعرفوا الأشخاص في وضعية إعاقة فبالتالي كاين اللي عندهم أدوية ضرورية ياخذوهم حول ما أمكن أنه يتأكد أن هذه الأدوية توصل للأشخاص في وضعية إعاقة أه كذلك احد لو سوتيان اللي يكون لان أه الاشخاص وضعيه اعاقه بحكم ان ما كيخرجش ما كيقدرش يتحرك معترف فبالتالي كيقدر يكون عنده مع بالاضافه للاعاقه سواء جسدية او الذهنيه هناك اعاقات نفسيه يمكن انها تقيس هذه الاشخاص في وضعيه اعاقه أه كان اعتقد ان هذه مجموعه ديال ديال الامور مجموعه ديال ديال المسائل اللي ضروري ان ك كفاعلين في المجتمع المدني كقطاعات حكوميه كقطاعات الجماعات الجهات تاخذها بعين الاعتبار من اجل تخفيف العبء على الاشخاص في اعاقه ومن اجل كذلك انهم يلتزموا ويتحفظوا كمواطنين كمواطنين كاملي المواطنة ونحاول ممكن أن نسهل لهم الولوج إلى جميع الخدمات والقطاعات هذا بالنسبة للجمعيات المجتمع المدني والحمد لله في المغرب كتخدم أنه الاشخاص في وضعيه إعاقة يكونوا من بين من بين الاهداف ومن بين فئات ولا الشرائح المجتمعيه اللي تستافد وتوصل لهذه هذه الاعانات هذه غير كرقم اللي نبغي يمون نختم به وهو ان تقامت دراسه في المغرب في 2011 حول تكلفة عدم وجود واحد السياسة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة فتبين من خلال هذه الدراسة الاقتصادية اللي كان قمت بها تحالف في مجال الإعاقة في المغرب أن المغرب كيف قد سنويا ما بين 1.5 حتى 1.8 من الناتج الداخلي الخام ديالو فقط لأنه لا توجد لديه سياسة دامجة حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة الناس اللي اللي متبعين لايف واللي كيعرفوا واللي غادي يسمعوه من من بعد آه، غادي يقولوا لي كاينه سياسه هي إيه كاينه سياسه مكتوبه فعلا كاينه سياسه مكتوبه دارتها الوزاره ديال ديال التضامن ولكن التفعيل ديالها الى الان آه، باقي ما باقي ما كاينش على ارض الواقع آه، كاين قانون اطار 97 13 هو قانون اطار كيشمل الاعاقه هذا القانون فيه آه، 26 فاصل وفي 11 احاله يعني الناس اللي كتعرف القانون هو ان قانون الاطار قانون عنده صبغه شموليه عامه كيعطينا كي المبادئ العامه للسياسه ديال الدوله ما يعطيناش التفعيل ديالها التفعيل ديالها كيجي كي من خلال مراسيم او لا من خلال نصوص قانونيه اشار لها هذا قانون الاطار قانون الاطار صدر في الجريده الرسميه منذ 2016 حنا دابا في 2020 بقي ولو تفعيل واحد من هذه هاد البنود هذه و... والمغرب مؤخرا من الذي تقرير ديالو للمجلس الدولي لحقوق الإنسان جنيف كان فعلا المقرر للأمم المتحده من بين المسائل اللي شارها الى وجه لها اصبع المغرب وسولهم هو سولهم على حسب الفصل 11 ديال الاتفاقيه الدوليه للاشخاص وضعيه اعاقه للمغرب صادق عليها ووافق عليها وعلى البروتوكول الاختياري الدستور ديال المغرب في التقديم ديالو في الديباجه ديالو يجرم التمييز على اساس الاعاقه والفصل 34 كيلزم السلطات الحكوميه انها تكون عندها سياسة عموميه دامجه للاشخاص في وضعية اعاقه فالمقرر سول المغرب وقال لي اشنو غادي دير في زمان الكوارث طبيعيه اولا الكوارث بشكل عام بالنسبه الى وقعت شي كارثه للاشخاص في وضعيه اعاقه دونك هذا كان سؤال لحد الساعه ما كانت تجاوب عليه لان لو كان كان فكرنا في هذه المسائل هذا كان بزاف ديال ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه حاليا لان حاليا نعيش كارثه من ناحيه ديال, ديال الكورونا انه نوفر لهم بزاف ديال ديال, المسائل المواكبه سواء يعني الخدمات سواء عن بعد او الخدمات عن قرب وهذه مسائل كنتمنى انه ما بعد كورونا ان المغرب ياخذ الوقت ونفكر فيها كاملين ويعني في الكوارث هذا ماشي غير الاشخاص قضيه اعاقه ولكن البلاد كامله حاليا اللي اللي نبغيوه هو, هو نلتزموا بالحجر الصحي نحاولوا ما امكن ما ما نكسروش نديروا الكمام الى لقيناها نحاولوا ما امكن باش الاشخاص في اعاقه ما يضطروش انهم يخرجوا ما يضطروش انهم يخرجوا اللي عنده شي واحد اللي كيعرف شي واحد اللي كاينه شي شي, شي ابليكاسيون آه شي متطوع باغي يخدم مع شي واحد راه كاين الاشخاص في اعاقه اللي ممكن انهم يستافدوا من هذا من هذا من هذه الامكانيات هذه وكنعتقد انه يد في يد ممكن كم غربة نفوتوا هذه المسائل هذه ومعا كل شيء ممكن وشكرا جزيلا